بهاي الساحه كل واحد عنده غيره وغيور ويقول انا عندي غيره عندي شرف هو ينزل هاي الساحه راح يصير اسمعوا فوق 90 يوم هنا احنا بالبرد والحر والخطوره والاحتقالات واحنا ما حد طلع علينا مسؤول وقال ايش تردون ايش عندكم شنو احتياجاتكم للعراقيين المظلومين احنا مظلومين اي والله حتى صدر هذا عراق مظلوم عراق مظلوم هذا عراق نريد وطن وطن نريد وطن ما نريد احزاب ما نريد احزاب الله يرد له نحن نريد الاحزاب كلا للاحزاب كلا للاحزاب كلا واليوم احنا جايين نتظاهر ونطلب الحقوق المشروعة اليوم نطلب احنا مطالبنا احنا ما نروح ولا نريد اهلنا ولا نريد عوائلنا ولا نريد اطفالنا نريد وطن وطن وطن